الحدوته بتكمل بعد سنتين من احداث الجزء الاول، واللي بالمناسبه يعني لو ما شفتوش هتفرج عليه. ودلوقتي بيتر بقى شغال كدليفري وفي نفس الوقت كسبايدر مان، يا بخته. وبسبب ان هو بيتاخر في توصيل البيتزا، لان هو اثناء لما بيوصلها كده فاهم بيقوم جاي يعمل له مهمتين كده كسبايدر مان على جنب، وبيروح عمك بيتر على الجامعه وبيكون برده متاخر وبيفوت المحاضره، والدكتور بيقول له ان هو ملاحظ انه على طول مرهق كده ومش مركز. وبيروح بيتر البيت وبيتفاجئ بماري وعمته وهاري واللي عامل له مفاجأة كده بمناسبة عيد ميلاده. وبتكون عمتك ماري ما شافتوش بقى لها فترة لانها دلوقتي بتمثل في مسرحيات بقى وكده، يا بختك. وهاري بيكون مسك الشركة بتاعت ابوه الله يرحمه، وبيكون هاري بيكره سبايدر مان جدا، بس مش بيكره بيتر. ليه؟ لان هو ما يعرفش ان بيتر هو سبايدر مان، احنا عارفين محدش يعرف. فبيسأل عمك بيتر عن مين بقى وفين سبايدر مان وكده بما ان هو بيصوره. ولو مش فاكر يعني افكرك بقى، لو انت مش فاكر فانا افكرك، ما انت ناسي، انت مش بتذاكر، ما علينا. المهم يعني هو بيكره سبايدر مان عشان هو شاف جثة ابوه في الجزء الاول فافتكر ان سبايدر مان هو اللي قتله، عملت كانت دي كلها. وبعد الحفله بيطلع بيتر يرمي الزباله، فلما بيلاقي عمتك ماري مستنيه بره بيقعدوا يتكلموا، وبتقول له بقى انها ارتبطت بنت الخاينه، وبيتر بيوعدها ان هو هيجي يشوف مسرحيتها بتاعت بكره. وبيروح بيتر على الشقه اللي مأجرها، واللي بيطلعوا كل شويه اصحاب الشقه يقولوا له فين الايجار يا ابن فين فلوسي فين. والتاني يوم بيروح عمك بيتر مع هاري، واللي بيعرفه على عالم مشهور كده اسمه دكتور اوكتافيوس علشان بقى يساعده في الابحاث بتاعته، بما ان هو بيتر ذكي مفشخولة وكده. وبيقعد يتكلموا عن شوية حاجات علمية كده يعني مالناش دعوة بيها. وبيعجب دكتور اوكتافيوس جدا ببيتر لما بيلاقيه فاهم ود ذكي كده شوية. وبيروح عمك بيتر يتشيك كده ويلبس الحتة اللي على الحبل عشان يحضر المسرحية بتاعت ماري واللي هو وعدها ان هو هيروحها، ولكن في سكته كده بيشوف مطاردة ما بين بوليس ومجرم، فبيغير هدومه لبدلة سبايدر مان وبيساعد البوليس. وبتكون ماري في المسرحية بتبص على الجمهور كده يمكن تشوف بيتر ما بينهم، وبتكون بقى فاهم احبطت ان هو لسه ما جاش. ولكن بيتر بيوصل متاخر وبيكون ممنوع الدخول بعد لما المسرحيه بتبدا، فبيقعد بره المسرح يستناها وبيشوف من بعيد كده الشاب اللي عمتك ماري ارتبطت بيه. وبيمشي بيتر وبيلبس بدله سبايدر مان وبيكمل هوايته المفضله الا وهي المرجحه، ولكنه فجاه بيقع لان الشباك بتقرر ان هي ما تطلعش من ايده. وتاني يوم بيحاول يتصل بعمتك ماري عشان يعتذر لها ان هو ما وصلش بقى فاهم، ويقعد يبربر لها في الكلام والحاجات دي كلها، ولكن ماري تسمع الرساله اللي هو سابها لها ومش بترد. وبيروح بيتر لعمك دكتور اوكتافيوس واللي بيكون بيستعرض اختراعاته بقى واللي يبقى حاجه ليها علاقه بالطاقه وكده، مالناش دعوه. وبيستعرض حاجه كده عامله شبه دراعات يعني فاهم، بتتوصل في العمود الفقري وبيقدر يتحكم بيها عادي. وبيبدا يشغل اختراعه واللي هو عباره عن زي محاكي للشمس، ولكن فجاه مصدر الطاقه ده بيشتغل زي المغناطيس وبيبدا يسحب كل المعادن ناحيته لحد لما المكان بيكسر فوق دماغه. ما صباح الفل يا عم الذكي، بتعمل محاكي للشمس اكيد هيطلع جاذبيه عاليه وهيطلع عين امك وانت ذكاء. وبيكون عمك هاري هيتاذي، ولكن بيظهر بيتر كسبايدر مان وبينقذه. وبتموت مرات دكتور اوكتافيوس، وبيكون في شريحه في الدراعات اللي مربطها دكتور اوكتافيوس دي بتخليه هو اللي يتحكم في الدراعات مش الدراعات اللي تتحكم فيه، فبتتكسر لما المكان بيجي يتدمر. وبينقله عمك دكتور اوكتافيوس للمستشفى، وقبل ما يفكوا الدراعات دي بتبدا بقى انها تهاجم كل الناس. وبيخرج دكتور اوكتافيوس والدراعات بتبدا تهاجم في البشر كله. والتاني يوم في الصحافه جيمس بيسمي دكتور اوكتافيوس بدكتور اوكتوبوس او دكتور اخطبوط يعني. والله الواد الراجل ده عليه شويه اسامي كده عجيبه. وعلى جنب التاني خلاص بقى هنقوله دكتور اوكتوبوس، بيدخل عمك دكتور اوكتوبوس واللي سيطرت عليه الدراعات مكان بعيد كده يعمل زي مختبر فاهم انت، اللي هو يحاول يعمل البتاع اللي هو عمله ده تاني. وبيكون بيتر في البنك مع عمته علشان ياخدوا قرض بما ان الحاله الماديه والله عندهم بايظه فاهم انت والايه يدوبك. والمهم يعني القرض بيترفض، وشوف سبحان الله بيكون عمك دكتور اوكتوبوس في نفس البنك بيحاول يسرق فلوس عشان يعمل المشروع بتاعه كده. فبيظهر بيتر كسبايدر مان وانك القوه بتاعته بتبقى مش في احسن حالاتها فاهم، زي لما احنا كنا بنتكلم يعني. هو ثانيه واحده يعني، هو بدل ما يروح يسرق الحاجات اللي هو يقدر يعمل بيها المختبر فهو يروح يسرق الفلوس اللي يشتري بيها الحاجات، لما تسرق الحاجات على طول ليه تسرق فلوس؟ المهم بيحصل ما بينهم مواجهه بتنتهي بايه بقى؟ بتنتهي بهزيمه دكتور اوكتوبوس لما العمه مي بتضربه بالشمسيه. عاش يا عمتي عاش عاش. وبيكون بيتر في ايفنت كده كمصور للجريده، وبيكون هناك عمك هاري بصفته صاحب لشركه اوسبورن، وماري بصفتها ممثله بقى فاهم وبتتقدم مع اللي هي مرتبطه بيه. وبيطلع بيتر بيتكلم مع ماري وبيعتذر لها وكده، وبتقول له ان كل اللي تعرفهم جم يتفرجوا على مسرحيتها وهو الوحيد اللي ما جاش، وبتسيبه وبتمشي. وبيدخل بيتر وبيكون هاري بيتعصب عليه وبيقول له انت مش صاحبي لانك اخدت مني ماري و و و وان هو عنده ولاء للشخص اللي قتل ابوه بقى فاهم انت واللي هو سبايدر مان يعني، وبيدي
قلمين وبيسيبه كاب يمشي وقوق كده في ايه في الـ مش هو مش وبرضه بتقدم عمتك ماري حبيبها للناس بقى كده. فبيكون عمك بيتر والله صدمته كبيره. وبالليل بيتمرجح كده في المدينه كسبايدر مان، ولكنه بيقع وبيلاحظ ان الشباك بتاعته مش راضي تطلع. والله معلش الشباك يا دوبك. وكمان نظره رجع يضعف تاني، فاهم؟ هو بيفقد قوته. وعلى الجنب التاني دكتور اوكتوبوس بيكون بدا يظبط مختبر كده ويرجع اختراعاته من تاني، ولكن المره دي بنوايا شريره، بما ان بقى الدراعات دي هي اللي مسيطره عليه. تفهمش الدراعات دي ازاي بتسيطر عليه. وبيقعد عمك بيتر مع نفسه بيقعد يفكر ان كل ده بيحصل له بما ان هو ما بقاش مفروض ان هو يبقى سبايدر مان وكده. فبيرمي البدله بتاعته وبيحاول يبدا حياته كشاب طبيعي، وبيرجع بقى يلبس النضاره بتاعته تاني بما ان نظره رجع ضعيف تاني بقى كده. وبيرجع بقى يتفوق في الجامعه وحياته تتظبط. وبيروح يتفرج على المسرحيه بتاعت ماري، ولما بتشوف وسط الجمهور بتكون مبسوطه جدا. وبيعزمها في مطعم بعدها، ولكنها بتقول له والله ما ينفعش عشان هي بقى هتتجوز قريب وكده. وبتوصل البدله للصحافه عند عمك جيمس، وبينتشر خبر في الجرايد ان سبايدر مان اختفى. وفي مره اثناء ما بيتر بيتمشى كده بيشوف حراميه بتضرب شخص، ولكنه مش بيقدر بيساعدهم بقى، فاهم؟ بيكون متضايق كده اللي هو انا فاشل. وبيروح مع عمته يزور قبر عمه. والله مع عمته وعمه بجد انا مش بترول. ولما بيروح بيحكي الحقيقه اللي حصلت له، وان هو يومها ما راحش المكتب ولكنه راح حلبه مصارعه، وحكى كل حوار المجرم اللي سابه، وبالتالي العم بين اتقتل. وبتكون مصدومه جدا من اللي سمعته عمته. وهنا هنروح لبيت هاري، واللي فجاه بيهجم عليه دكتور اوكتوبوس علشان عايز يجيب له مواد معينه كده تساعده في الشيء اللي هو بيصنعه. كمان انا قلت لك انت لازم كل حاجه بالفلوس. فعمك هاري بيلاقي ان دي فرصه، وبيطلب منه ان هو يقتل له سبايدر مان، وهو هيجيب له كل حاجه هو عايزها. عايز كمبيوتر خد، عايز بلاي ستيشن خد خد. وبيقول له ان بيتر باركر بيصور عمك سبايدر مان وهيقدر يوصلك ليه. وفي اثناء ما بيتر بيتمخطر في الشارع كده بيشوف في حريق في مبنى، فضميره بيأرنبه وبيدخل ينقذ طفله من جوه، وبينجح والله اسير يا عم بيتر. وبيوصل لعمك بيتر رساله في الشقه اللي هو مأجرها، وبيعرف انها من عمته، وبيلاقيها كانت بتعزل لبيت اصغر لانها معهاش فلوس بقى، فاهم؟ للايجار بتاع البيت ده. وبيتكلموا عن اللي هو حكاه، وبتقول له ان هو ملوش ذنب في اللي حصل، وانها برضه لازالت بتحبه يعني رغم ان حصل ده ورغم ان هو وبيروح بيتر في اليوم ده وبيقرر يجرب قدراته تاني، يمكن تشتغل ولا حاجه. فبيعمل لها ريستارت كده وبينط من فوق مبنى، ولكنه مش بيطلع شباك وبيقع زي الاهبل. وتاني يوم بتطلب ماري انها تقابل بيتر، وبتقول له انها صدقت ان هو اتغير، وبتساله بتقول له يعني بصراحه كده اذا كان بيحبها بقى ولا لا. هات من الاخر يا اسطى يعني بالله عليك. وبيجاوب بيتر بان هو مش بيحبها. جرى يا ابني في ايه؟ فبتقوم جايه قايله له كده معلش ممكن تبوسني كده، ما عايز اتاكد من حاجه بس. ما جرايا وليا فيها وليا؟ لا 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 بنروحها مش بالسرعه دي. طيب وقبل لما بتبوسه بيحس بيتر بخطر، وفعلا بتتحدف عليهم عربيه فجاه كده. فبيحضن ماري وبينط بيها، وبيدخل عليهم دكتور اوكتوبوس وبيقول لبيتر يروح يقول لسبايدر مان ان هو عايزه في حوار، وان هو لو ما قالوش هيقتل له ماري. وبيقوم خاطفها والحمد لله. فبيتعصب جدا بيتر، وهو اللي هو ده انا لسه كنت حبوسك. حبوسك ايه؟ اللي هو ده انا لسه كنت حبوسها يا عم، طب رجعها، طب ابوسها وخدها التاني. طيب وبيلاحظ عمك بيتر ان هو رجع يشوف تاني من غير نظاره، وده معناه ان القوة الخاصة به قد رجعت من تاني. وبيروح عمك بيتر يسرق البدلة بتاعته من الصحافة، وسبايدر مان بيرجع لنا من تاني والحمد لله. وبيروح فعلا يقابل دكتور اوكتوبوس وبيضربوا بعض، وبيحصل ما بينهم قتال كبير فوق القطر. فيقوم دكتور اوكتوبوس ماسك الناس كده من القطر وبيهدفهم عشان بيتر فاهم يلحقهم. بيقوم جاي مكسر المحرك بتاع القطر فاهم ويشغله على اقصى سرعة ليه. فبيكون بيتر لازم يوقف القطر لان كل اللي في القطر دول لو هما وقفوش هيتقلعوا يعني والبقاء لله بقى. وبيحاول بيتر بكل قوته ان هو يوقف القطر، وبيقدر يوقفه فعلا على اخر لحظة بعد لما بيكون اتفشخ حرفيا، فاهم انت؟ في مشهد جامد ثقة. والمهم في الاخر بيقدر ان هو يوقف القطر فعلا على اخر لحظة بعد لما بيكون تعب جدا بقى واغمى عليه. فالناس بتشيله جوه القطر وبيكون وشه بان وكده، ولكنهم بيدوله الماسك بتاعه بيقولوا له ان هو احنا ما شفناش حاجة. وبيظهر عمك دكتور اوكتوبوس ابن الصرمة تاني، ولكن الناس بقى بتدافع عن بيتر، فبكل سهولة كده فاهم بيزحهم من طريقه. ولكن بيتر بقى بيكون في قمة التعب بتاعته وبيتخطف، وبيوديه دكتور اوكتوبوس لهاري بالفعل، وبياخد منه المواد اللي هو محتاجها وبيسيبهم لبعض فاهم يتعاملوا مع بعض.
بيحضر هاي السكينة كده عشان يقتل بيها سبايدر مان، ولما بيشيل الماسك بتاعه بيتصدم ان هو بيتر باركر. فبيفك بيتر نفسه كده اثناء ما هاري مصدوم وكل في دماغه ان هو بيتر قتل ابويا. بيتر قتل ابويا يا بيتر. وعمك بيتر بيقدر ان هو يعرف المكان بتاع مختبر دكتور اوكتوبوس، وبيحصل ما بينهم مواجهه، وبيحاول بيتر يوقف الاله بتاعته هي اللي بتتعمل انها هتقتل نص المدينه، فاهم انت؟ اللي هو ما قتلت مراتي بس، لا قتلت نص المدينه كمان. وبتحصل نفس اللي حصل تاني، والاله بتعمل حقل مغناطيسي جامد جدا وبتبدا تشد كل حاجه. وقبل لما تسحب عمتك ماري بيلحقها بيتر على اخر لحظه والحمد لله. وقبل لما دكتور اوكتوبوس يقتل بيتر بيقدر ان هو يدمر الدراعات بتاعته، فبيفوق وبيكون عايز ينقذ الدنيا، وتشوف ماري وش بيتر وبتعرف ان هو سبايدر مان. ودكتور اوكتوبوس بيقدر ان هو يوقف الاله وبيضحي في نفسه في مشهد مؤثر سيق فعلا نهائيا فيه. وقبل لما يقع السور المختبر على ماري بيلحقها بيتر تاني. ايه يا جدعان في ايه؟ وبيقول لها ان احنا لو متنا دلوقتي فانا فعلا بحبك يا ماري اللي مجنناني. وبينجو والحمد لله وبيهربوا. وبيكون عمك هاري في بيته بقى بدا يجيله هلاوس بابوه كده، وبيشوف نفسه في صوره ابوه في المرايه. ولما بيكسر المرايه من العصبيه بيكون وراها المختبر بتاع ابوه، واللي كان فيه البدله والاسلحه بتاعت جرين جوبلن، وكمان في مصل كده فاهم انت ايه زياده. وبعدها بيكون جه الوقت بقى بتاع فرح عمتك ماري على الواد اللي هي المفروض تتجوزه، ولكنها مش بتحضر الفرح وبتهرب مع عمك بيتر. وبتروح له فعلا وتقول له انها بتحبه، انها عايزه تكمل معاه، وبيبوسوا بعض. مش لاقي حد يدفع عليا حتى. المهم يعني استنوا بقيه الحكايه في الحلقه الجايه من الروايه. وبس كده، توته توته قصه حدوته. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، ما تنساش تعملي فولو على انستغرام، ما تنساش تعمل فولو كريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وما تنساش تعمل فولو لاحمد اسامه عشان هو اللي كاتب السكريبت ده، وما تنساش تخش على جروب الميمز يا ميم امي على الفيسبوك، وخد لك لفه في القناه كده اتفرج على الجزء اللي فات، استنى الجزء اللي جاي، فاهم انت؟ ظبط حالك في القناه. وبس كده، السلام عليكم. If I were a rich man, yeah, 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 yeah.